مشاهدينا رجعنا لكم مرة تانية، وطبعا شفنا كلنا مع بعض دلوقتي افتتاح أول جلسات مجلس الشعب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لوصفه بوصف طبعا أكبر الأعضاء سنا. أحب دلوقتي أصبح على الكاتب الصحفي إيهاب الحضري نشوف تعليقه على الأحداث اللي هتحصل النهارده. صباح الخير، ازي حضرتك؟ أهلا وسهلا بحضرتك. شفنا مع بعض طبعا دلوقتي افتتاح أولى جلسات مجلس الشعب، ومعانا خبر من المصري اليوم، بسم الله نفتتح الجلسة. هو خبر طبعا متصدر الجرايد كلها لأن ده حدث غير عادي. يعني مجلس النواب بيرجع باسم جديد وبعدد جديد من الأعضاء، يعني العدد زاد بقى 596 عضوا. طبعا القاعة، قاعة مجلس النواب دلوقتي المبنى نفسه بتشهد أول نشاط من يوم 27 يونيو 2013 اللي كان شاهد آخر جلسة لمجلس الشورى قبل ثورة 30 يونيو. مجلس النواب نفسه اللي هو كان قبل كده اسمه مجلس الشعب كان آخر انعقاد ليه في يوليو 2012 قبل حل أو بعد حل المحكمة الدستورية ليه أو الحكم بحله. إحنا قدام حدث استثنائي، المهم في النهاية هنمشي إزاي. يعني المفروض الأداء بعد ثورتين يبقى أداء مختلف، ما يبقاش قايم على فكرة موافقون وأغلبية والكلام ده كله، عايزين مناقشات حقيقية، وخاصة إن في عدد كبير من القوانين لابد من مراجعته في فترة قليلة لا تتجاوز 15 يوما. في كل الأحوال إحنا قدام حدث استثنائي زي ما قلت، المهم الممارسة هي اللي هتثبت هو حدث استثنائي حقيقي ولا مجرد إجراء شكلي إحنا بنعمله. اليوم طبعا كان أول حاجة هتتقال هو تلاوة قرار رئيس الجمهورية بانعقاد المجلس، وبعدين بعد كده هتبتدي القسم. حلف اليمين الدستورية، القسم طبعا مع 596 عضو حوالي 5 ساعات. 5 ساعات بعد ما اتقال ان كل واحد هيقسم في 25 ثانية، لان قلنا قبل كده لو دقيقة واحدة لكل واحد يبقى انت عندك 10 ساعات تقريبا او حاجة زي كده او اكتر شوية. فدلوقتي هيبقى 5 ساعات، وبعدين تبتدي الجلسات الاجرائية علشان تشكيل او اختيار انتخاب رئيس البرلمان ووكيليه ورؤساء اللجان. كل ده هيتحسم النهارده. وكمان اعلن حزب النور السلفي ان هو هيلتزم بالقسم، وان هو لن يدخل في القسم بما لا يخالف شرع الله كما حدث في المجلس السابق. والله هو في اعلانات انا شايف انها تحصيل حاصل، لان هو مش عايز يلتزم، ما كانش دخل الانتخابات وما كانش دخل المجلس. احنا في قواعد معينه وفقا ليها تم تقديم المرشحين او تقدم المرشحين واختيارهم واختيار النواب، وبالتالي فمش هنيجي بعد كده نلعب على مزاجنا. فهو في كل الأحوال سواء قال ده أو ما قالش هو ملتزم به، يعني بحكم اللوائح وبحكم كل حاجة يعني، وبالتالي فهو بالنسبة لي تصريحه يعتبر تحصيل حاصل. المصادر أجمعت أن زيارة الرئيس السيسي ستكون في الأسبوع الأخير من يناير، كانت قال قبل كده أنها تبقى في تاني أو تالت يوم، إنما حسب الجرايد طبعا هو ما فيش مصدر مذكور بالاسم، في الأخبار قالت مصادر مطلعة، والشروق تقريبا قالت مصدر شديد الصلة، يعني قريب جدا شديد الاطلاع. قالوا ان خلاص الزيارة هتبقى في الاسبوع الاخير، يعني بعد 25 يناير. تمام، دي اهم الاخبار المتعلقة النهاردة. كمان هيتم طبعا انتخاب رئيس للبرلمان، متوقع يعني حضرتك شايف ايه اللي هيحصل النهاردة؟ والله وفقا لل يعني طبعا هو امبارح دعم مصر حسم لصالح الدكتور علي عبد العال، وكان المنافس ليه هو الدكتور أسامة العبد، وخلاص انسحب وتم اختيار علي عبد العال كمرشح لدعم مصر. في المقابل الدكتور مصلحي، وده حسب تصريحاته قال انا يعني رشحت نفسي بناء على توصيات او طلبات من النواب المستقلين.
وحذر من فكرة رجوع الأغلبية التقليدية أو تعد مش تعد الأغلبية التقليدية، إنما هو حذر من فكرة أحادية الرأي في البرلمان لأن دي حاجة خطيرة جدا. عموما إحنا النهاردة قدام حدث وهيبان، يعني إحنا هيبان التكتل أو ائتلاف دعم مصر مدى قوته في التصويت، لأن في هو بما إن هو معاه عدد أكبر حتى الآن حسب ما أعلن، يبقى في الحالة اللي زي دي شبه مؤكد إن الترشيح أو اختيار رئيس البرلمان سيكون متجه إلى الدكتور علي عبد العال. طيب إحنا كده خلصنا كلام عن البرلمان، ولا حضرتك عايز تقول حاجات؟ لا تمام كده. تمام. نستعرض أخبار النهاردة معنا من الشروق، الصفحة الأولى: الرئيس يصالح الشباب. هو الجرايد برضو كلها بتتكلم على فكرة اللي حصل امبارح، لأن الرئيس أعلن 2016 عام للشباب المصري، وابتدى يتكلم يمكن حتى في جزء مرتجل من الكلمة بتاعته امبارح في افتتاح بنك المعرفة، اتكلم عن الشباب وان هو قابل من كذا يوم في مجالات العمل الوطني. هو في حاجة بس، هو طبعا احنا طول الوقت على فكرة ما فيش سلطة جت في مصر، ما انا طبعا ما حضرتش ايام الملكية، بس اعتقد ان الكل كان بيتكلم عن دور الشباب. في النهاية التطبيق هو اللي بيثبت ايه الحكاية، يعني مصالحة الشباب لها قواعد معينة. هو طبعا في قرار سيصدر خلال الأيام بالعفو عن 100 شاب من الموجودين في السجون، بشرط ان هم ما يكونوش مشاركين في أعمال تخريب أو عنف أو الكلام ده كله. أعتقد أن مصالحة الشباب لابد أن تكون بإعادة النظر بشكل واضح في قانون التظاهر، لأن هو قانون المؤيدين والمعارضين يعني ابتدوا يتكلموا عنه بطريقة ما. وعلى فكرة المعارضين اللي احنا بنتكلم عنهم مش هم المعارضين اللي ليهم صورة تقليدية، لا، المعارضين اللي هم شايفين، يعني حتى اللي بيعارض دلوقتي شايف ان مفيش، انا مش بعارض لإسقاط نظام زي ما البعض بيدعي، لا، اللي بيعارض بيقول لا، احنا الرئيس السيسي هو اساس، وما فيش حاجة اسمها دعوة لتغيير أو انتخابات مبكرة أو الكلام ده كله، بس في النهاية هو المفروض يبقى فيه تصحيح مسار في بعض الأشياء. وده أعتقد أنه كلام موضوعي ومنطقي ولابد من الاستماع ليه. الرئيس أعلن عن حزمة من القرارات أو الأفكار الجيدة، منها مثلا تخصيص 200 مليار جنيه خلال الأربع سنين الجاية لمشروعات الشباب بفايدة بسيطة قدرها 5% متناقصة. تمام. ودي هتدعم 250,000 مشروع تقريبا، بما يوفر 4 مليون فرصة عمل. وكمان في الانتهاء من 145,000 وحدة سكنية للشباب بتكلفة 2 مليار. وده على فكرة مشروع مستمر، يعني هو في احنا قدام مشروعات الإسكان الاجتماعي ومجموعة من المشروعات الجيدة اللي هي هتبتدي تؤتي ثمارها. في حاجة كمان مهمة جدا: تمليك نسبة من أراضي مشروع المليون ونصف المليون فدان للشباب. ده برضو مقرر من قبل كده، بس هو التأكيد عليه مهم، يعني هو كانت حتى فكرة معروف إن المشروع في جزء منه للشباب لسبب مهم جدا. خلينا واضحين، يعني هو مين اللي هيروح هناك وهيروح الصحراء غير الشباب طبعا. يعني هو في النهاية ما فيش حد عنده 50-60 سنة هيروح هناك علشان يقول يبتدي حياته، دي عايزة حد يبقى في مقتبل العمر علشان يعني مش بس يقدر يدي، انما علشان كمان يقدر يشوف حلمه وهو بيتحقق ثمار ويجني ثمار المشروع بتاعه. ففي كل الاحوال دي يعني نتمنى ان تكون او ان يكون هذا العام هو عام الشباب بالمعنى العميق يعني والجيد، مش بس تبقى قرارات اقتصاديه انما قرارات على المستوى السياسي كمان، ده مهم جدا. لان هو الرئيس نفسه قال ان هو كان التقى من كام يوم مع شباب وقالوا له احنا محبطين، لابد من معالجه هذا الاحباط والبحث عن دوافعه. يعني فكره البرلمان لا، البرلمان في عدد من الشباب لا بأس به، يعني لما يبقى في عندنا 100 عضو تحت ال 45 60 عضو تحت ال 35 في، انما الاهم من ان انا اشوف عدد النواب اللي جوه البرلمان اشوف المشاركه الشبابيه في الانتخابات والادلاء بالاصوات كانت قد ايه، علشان كمان اقدر احدد هل في ازمه ولا لا. في بعض الناس من مصلحتهم ان الامور تبقى
غامضة وملتبسة، وأعتقد أن الرئيس على وعي بأن العملية محتاجة إعادة نظر في بعض الأحيان. أكيد. هناخد من الأخبار الصفحة الأولى قرار الجمهورية هذا الأسبوع بالعفو عن 100 شاب من المحكوم عليهم، حضرتك قلنا الخبر ده. تمام. من المصري اليوم الصفحة الأولى حكم نهائي مبارك ونجلاه استولوا على أموال الدولة. ده أول حكم بات. يعني أول حكم بات، قبل كده كان كلها أحكام جنايات، وكانت محكمة الجنايات حكمت في استيلاء في القضية دي تحديدا بالسجن 3 سنوات للثلاثة وتغريمهم 125 مليون جنيه وتقريبا رد 20 مليون. تمام. وبالتالي فاحنا قدام حكم بات خلاص بقى دلوقتي محكوم عليهم بالفساد والاستيلاء على المال العام. هيتغرموا الثلاثة مجتمعين حوالي 147 مليون جنيه اللي هم ال 126 وال 20 وشوية فكة كده، يعني هيبقى كله 147 مليون جنيه. وطبعا ما يترتب على الحكم هو الأهم، وإن دلوقتي خلاص ما فيش جنازة عسكرية لمبارك في حالة وفاته. هو مش هيتجرد من رتبه بس لا يجوز له التعامل بها. الأوسمة والنياشين اللي كان واخدها موجودة لأنها اتخذت في مناسبات معينة، إنما لا يحق له ارتدائها. كل الكلام ده طبعا بالإضافة إلى حاجات تانية متعلقة بممارسة الحقوق السياسية لسبب لأن ده حكم ماس بالشرف لأنه هو استيلاء على المال العام. هناخد الخبر التالي وهو انفراد الحكومة تبدأ تسريح جيش العمالة الزايدة. يعني هو في كل الأحوال هو يعني الخبر أنا شايف إن هو مش فكرة تسريح، هو الحد منها لسبب لأنه ما فيش الخبر بكلمة لما يقول قال في كلمة تسريح دي معنى كده إن أنا همشي ناس. لا، هو العملية الموجود هو هيقلص جيش المستشارين اللي كان موجود وهيبتدي يطبق. طبعا هو منع التعيينات الجديدة كمان إلا في حدود ضيقة جدا اللي هي مرتبطة بالحاجة الأساسية. وبعدين هيبتدي يعيد نظر في العمالة الموجودة حاليا علشان يبتدي يوزعها توزيع صحيح في الأماكن اللي هي اللي محتاجة. مكتوب لن نستبدل 750 ألف محلل معاش بموظفين جدد. هو ده اللي كنت لسه هقوله دلوقتي اللي هو فكرة التجربة الفرنسية. التجربة الفرنسية قايمة على فكرة إن أنا بعمل معادلة ما بين اللي هم هيخرجوا عدد الموظفين العموميين اللي هيخرجوا سنة كل سنة إلى المعاش، وفي نفس الوقت أستبدل أحط خطة بقى لأن لو عندي 1000 يخرجوا السنة دي يبقى بدخل مكانهم 1000. هيفتحوا باب المعاش المبكر ابتداء من سن 50 بنفس المزايا اللي هياخدها نفس المحل التقاعد لما يبلغ سن 60. أعتقد كل الكلام ده هيبتدي يجيب نتائج نوعا ما. أهم حاجة إن المعادلة برضو أقول إن المعادلة يتم تطبيقها بشكل جيد. يعني أنا وأنا بخرج 1000 إلى التقاعد أو بيحالوا إلى المعاش ومقابلهم 1000 هيدخلوا، يبقى بقى في الباب الوسطى وبقى في الباب المحسوبية والكفاءة هي المعيار الأساسي. هو في كلام على النص على الاختبارات، اختبارات داخلية علشان إرساء مبدأ الشفافية، بس دايما عندنا المشكلة في الفجوة ما بين النظرية العظيمة البراقة اللي كلنا بنقول الله ده حلو جدا والتطبيق اللي ممكن نشوبه مشاكل من مشاكل الفساد المعتادة اللي احنا كلنا بنقول ان لا بد من مواجهة الفساد بقوة. من المصري من الصفحة الأولى شركة تنفيذ سد النهضة للمصري اليوم سننهي البناء خلال 6 أشهر. طبعا يعني ده بقى مشروع حديث مزمن سد النهضة، وكل مرة بنلاقي فيه حاجة جديدة بتتقال. الشركة أرسلت إيميل واضح ان هو ردا على محررين المصري اليوم. أكدت فيه إن البناء بيمضي وفق معدلاته وإنه هيخلص خلال الفترة اللي حضرتك قلتيها يعني، واتكلموا عن فكرة طلب مصر أو لتعديل عدد فتحات أو تعديل التصميم أو الكلام ده كله. وقالت الشركة بالنص، أنا ببص عشان أقراها، هي يستحيل اللي هو أن التعديلات التي طلبتها مصر بشأن تخصيص فتحتين للطوارئ في جسم السد يستحيل تنفيذها، وأن التصميم الحالي هو النهائي للسد ولن يتم أي إجراء أي تعديلات عليه. الجزئية الثانية المهمة اللي كشف عنها وزير الري نفسه في تصريحات صحفية له أمس، إن إثيوبيا لأول مرة بتكشف معلومات
احنا نفسنا ما كناش نعرفها قبل كده، اللي هي ايه؟ متعلقه بعدد فتحات السد. وفي الاجتماع اللي هو عقد في اديس ابابا خلال الايام اللي فاتت، الخبراء المصريين والسودانيين والاثيوبيين حضروه، اجتماع فني. اثيوبيا كشفت معلومات على اعتبار انها بتثبت وجهه نظرها ان الفتحات الحاليه كافيه وان الامور، فاكتشفنا ان في معلومات احنا كحكومه مصريه ما كناش نعرفها، والكلام مش على لساني، الكلام على لسان دكتور حسام مغازي، مما تطلب ان مصر بتبتدي تجري دراسه فنيه جديده علشان تدرس الوضع بالمتغيرات الجديده ونشوف ايه اللي هيحصل بعد كده. الدراسه دي هتعرض على سداسي الخرطوم اللي هيجتمع، طبعا سداسي يعني وزارة الخارجية والري في الدول الثلاثة، هيجتمع في الخرطوم في الأسبوع الأول من فبراير ويتم عرض الأمر عليهم علشان يعني الأمور تبقى واضحة من وجهة نظر الشخصية، ولا أعبر عن أي أحد. الإعلام دايما متهم إن هو اللي بيؤجل. إحنا الشركة الإيطالية قالت إن هننهي البناء خلال 6 أشهر، وإحنا لغاية دلوقتي بنتفاوض حوالين بعض التفاصيل الأولية، مش قادرين نوصل لنتائج. حتى المكاتب الاستشارية ما ابتدتش عملها. طيب المكاتب الاستشارية من ساعة ما تبتدي عملها المفروض انها كانت هتنهي في 11 شهرا اذا كان البناء هينتهي 6 شهور، يبقى هنلحق امتى ندرس المشروع مثلا؟ يعني انا مش فاهم، الموضوع بقى غريب شوية. من الشروق الصفحة الثالثة، اهالي العمال المتغيبين في ليبيا عايزين ولادنا. ده يعني الغريبة ان هم من برضو من محافظة المنيا، بس المرة دي مش أقباط، هو مجموعة تقريبا كلهم بينتموا لمنطقة واحدة تبع المركز سمرلوط، قرية واحدة. دول اختفوا في ظروف غامضة بقالهم يعني من تقريبا الشهر أو آخر الشهر اللي فات، يعني خلال الأسبوع اللي فات تقريبا، نهاية ديسمبر وأول يناير. الاختفاء نفسه كان غريب، في تضارب، مفيش اي تصريحات رسميه. الخارجيه يمكن امبارح ابتدت قالت ان هو ابتدت ادى التصريح ان هم مش مختطفين، ان هم تم او اللي هي ادارات شؤون الهجره غير الشرعيه في ليبيا هي اللي احتجزتهم. لحد امبارح الظهر كانت الامور ملتبسه. عندك في ليبيا السفاره المصريه في ليبيا منقسمه على نفسها، وفي 2 متنازعين على منصب السفير، فما فيش معلومات رسميه. السفير المصري راجع من ليبيا نتيجه الاوضاع المتدهوره هناك، وما فيش. فاحنا قايمين على الاهالي اللي هم بيتكلموا. واحد من الاهالي بيقول ان اتصلوا بيا بيقولوا لي ابنك اتخطف، واحد تاني من الاهالي بيقول لا ده اخوك اللي وقفوا مع المجموعه اللي موجوده فيه، اللي هو حرس المنشات النفطيه وقائد الحرس اسمه كذا وبتاع. فكنا قدام حكايات متضاربه لحد الخارجيه ما طلعت تصريحها امس وقالت ان هو لا ده محتجزين لانهم هجره غير شرعيه. تمام. اخر خبر معانا وهو الوطن، مصر تودع حماده امام ثعلب الملاعب. طبعا كل مصر حزينه على كابتن حماده امام. وكابتن حماده امام ينتمي لعائله كرويه، فهو نجل حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر، ونجله لاعب الزمالك ورئيس جهاز الكره الحالي. وكان حازم كابتن حماده امام عضوا سابقا بمجلس اداره الزمالك، وعضوا في مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، ثم نائبا للرئيس، وعمل سنوات طويله مقدما للبرامج الرياضيه. ولقب اللاعب السابق بثعلب الملاعب، واسهم في فوز نادي الزمالك بكاس مصر لاربع سنوات متتاليه، بينما فاز بالدوري لثلاث سنوات متتاليه، وذلك في الفتره من 1960 وحتى 1965. واعتزل امام لعب كره القدم عام 1974. طبعا كلنا يعني في حاله حزن عليه، ربنا يرحمه ويصبر اولاده وكل اهله. دلوقتي خلاص هنختم الفقرة. كاتب الصحفي إيهاب الحضري نورتنا النهاردة، بنهارك سعيد. وهنروح دلوقتي مع بعض الفاصل ونشوف آخر أخبار اجتماع مجلس الشعب النهاردة، مجلس النواب. السيدة